لازم لازم صيحة لأبو عبد الله. وش كذا صيحات 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 ومزعجنا صيحات وملك صيحات. والله مزعجنا بأمازون وكل برنامج تشارك فيه إزعاج. الله يصلحه الله يصلحه ذلازم. إزعاج بأمازون كنت عاقل تحليلي. نسمع توني نسمع. يلا نسمع صيحة كذا. تبي من أنا؟ أجل أبي. إيش رأيكم بذي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا ترى يسمون العذب يعني ما عمري إي ما عمري صراحة. ولا الشب اللطيف. والله الشب اللطيف صحيح. ما كانت صحيح. الطاء طلعت جحاش ما كانت صحيح. استغفر الله. عادي عادي أصور يا أبو عم دنقل. لايف يعني بتصور صور سناب. ايوه بما انه سناب وكذا ليش دنقل؟ شلون؟ ليش دنقل؟ ليش انت عرفت ايش معنى؟ لازم اعرف ايش معنى دنقل والله. ايه انا عارف بس يلا علما يلا تعلمني. طبعا اكيد تشوفون الريحه شغل عدل مدل هنا مع الدنقل. كيف بالله؟ فنان شغل امسح عدل امسح مدل امسح. هنا لا 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 طلعتني زين مو حلو عيد؟ إيه لا لا طبعا نحن الان على الهواء مباشرة او غير المهم اننا على الهواء زين نبغى صيحة كذا يعني يلا بسم الله يلا تركي ذكرنا عاد انا نسيت اهل يلا يقول لك طال عمرك يستاهلوا اهل الشرقية بما انه العم دنقل من الشرقية أوه. نقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا إله إلا الله لا إله إلا الله على الهيل والمحار على الهيل والمحار يلا بخير المنزل يلا بخير المنزل يلا بمنزل مبارك يلا بمنزل مبارك أربعة والخمس شهر أربعة والخمس شهر ستة والسبع شهر ستة والسبع شهر هود هود يا بحر يا بحر خذيت ولادي يا بحر ما تخاف من الله يا بحر خذيت ولادي يا بحر ما تخاف من الله يا بحر نسيت الباقي نسيت الباقي هود هود يا بحر هود هود يا بحر يا تخاف الله جوعت بطوننا يا دنقل لسه ما حطيت فلفل لا اله الا الله ما تخاف الله يا دنقل هذا البرنامج برعاية